بداية يعني هذه الحادثة التي تسببت في يعني خلاف بين طاقم طائرة الخطوط الجوية وعوان الكارتينج في تعطيل وربما إلغاء الرحلة، يعني هل مثل هذه التصرفات يعني تؤثر على ربما برنامج الرحلات وكيفية سير هذه العمليات؟ أولا نحب نتكلم من الجانب التقني، أنه الخطوط الجوية الجزائرية وكسائر شركة طيران العالم عندهم قواعد سلامة لازم تكون متوفرة. في رحلة اليوم كان هناك تأخير، حقيقة التأخير هذا كان ناجم عن خلل في مش ما نقولش خلل، عدم تواجد كل قوانين وقواعد سلامة، لهذا قررنا نأخروا الرحلة إلى غاية ما تتوفر كل قواعد السلامة، وإذا اضطر الأمر كان يكون أكثر كنا نأخروا الرحلة أكثر، لأنه الأهم لنا أنه حاليا الطائرة راهي بسلامة وحتى الركاب، هذا هو الشيء المهم عندنا. إحنا ما نحوسوش إذا كان هناك تأخير، ولا المهم والأهم عندنا هو وصول الطائرة بسلامة والركاب يكونوا بأمان. نعم، يعني ما مصير هؤلاء الركاب؟ هل ستبرمج رحلة أخرى أم أنه ربما أخذوا طائرة على الساعة 9 ورغم قريب يلحقوا لديستيناسيون فينال تاعهم؟ نعم، طيب كيف ستتعامل يعني إدارة الخطوط الجوية الجزائرية مع مثل هذه التصرفات وهذه المشاجرات إن صح القول؟ نظن أنه كان هناك ما نقولش تضخيم، الناس حقيقة قلقت من التأخير، ولهذا ولات تشوف أن كومبورتيوم تشوفوا بحاجة واحدة أخرى، وقلت إحنا لنا الأهم أنه يكونوا قواعد سلامة متفقين باش طائرة تخلع من المطار. طيب سيد أندلسي، يعني في كل مرة الجزائريون يعني لما تلغى رحلة أو تؤخر أو تقدم يعني يتذمرون ويستاءون من عدم إبلاغهم يعني من طرف الخطوط الجوية الجزائرية، هل هناك برنامج يعني مستقبلا من أجل إبلاغ المسافرين عفوا عن أي تعطل أو تأخر في الرحلات كما هو معمول به في الكثير من المؤسسات عبر العالم، سواء عن طريق إرسال رسالة نصية يعني في الهاتف أو في الإيميل أو غيره؟ كيكونوا ظروف قاهرة، كيكونوا هناك عواصف لاميتيو ما تكونش مليحه، احوال جويه، احنا ديما نديروا رسائل قصيره ونديروا بيانات نعلموا بها، مي كيكون ظرف تاع طائره واحده، حنايا قلت لك الاهم لينا كنا صباح كونسونطريو كيفاش الطائرات تعود تقلع في الوقت اقصى، ما نزيدوش ناثروا على الركاب. نعطيك معلومه ان الخطوط الجويه الجزائريه تشتغل في اكثر من 33 مطار داخلي، يوميا نعملوا اكثر من 88 رحله داخليه. نعم. حرانا في وقت سياحه صحراويه نتعدوا بكثير رقم 88 رحله داخليه، رانا شركه وطنيه، عندنا اهداف خدمه عموميه. نعم. المهم لينا في الحادثه تصبح ان الطائره اقلعت بسلامه وتحطت بسلامه. نعم سيد أندلس، يعني آخر سؤال، يعني لما تكلم عن سلامة المواطنين يعني من جراء خلاف بين طاقم طائرة الخطوط الجوية وعمل الكارتينج، نحن نعرف أنه مثل هذه الأعمال والمهن هي تتطلب الاحترافية والالتزام بقواعد العمل، يعني هل يؤثر الخلاف على سيرورة عمل طاقم الطائرة وأعوان الكارتينج وهم مطالبون باحترام كل الشروط والظروف المهنية؟ احنا لحد الساعة ما زال ما عندنا البلاغ كما راك تقول لي نتايا، نحن نقصوا الأمر ونشوفوا إذا كان في حقيقة انشجار وخلاف كما راكم تقولوا. نعم. لحد الساعة ما لقينا حتى تبليغ ولا بيان، مي الخطوط الجوية الجزائرية تعمل اونكيت انترن تقصي داخلي ونشوفوا هل حقيقة كان هناك خلاف ولا شجار. مي قلت لك الأولوية يكون خلاف ولا ما يكونش شجار، حنايا الحاجة اللي نشدوها اروتونير في لي بروتوكول سيكوريتي باش تقلع الطائرة. طيب سيد أمين أندلسي المكلف بالإعلام بالخطوط الجوية الجزائرية، شكرا لك على كل ما قدمته خلال هذا النقاش. مشاهدينا